بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا وحبابكم عشرة في بيتكم بيت الهنا. المطابخ السودانية بتختلف باختلاف المناطق. يمكن إحنا زمان كان عندنا شكل معين أو شكل تقليدي للمطبخ السوداني إذا كان برا المنزل خالص علشان الروائح زي ما كنا بنقول، أو علشان الإزعاج ما يكون داخل المنزل. الوضع الحالي طبعا اختلف لأنه البيوت بقت شكلها مختلف وشكلها عصري، وبكل مرة إحنا بنمشي وبنلقى إنه التقنيات والتطور ماشي بنقوم بنعمل هذا التغيير داخل منازلنا. المطبخ لأنه مهم جدا في البيت السوداني، ولأنه بنستخدمه استخدام ممكن يكون ما استخدام عادي، استخدام أكثر من عادي، فلازم يكون فيه بعض المواصفات المختلفة من أي مطبخ تاني. هل المطبخ ممكن إحنا بنستخدمه استخدام صحيح؟ هل ممكن المطبخ إحنا المواد اللي بتكون موجودة فيه في التصنيع أو حتى ترتيبه بيتم بشكل مناسب وملائم لنا في المنزل؟ كل أمور إحنا هنتكلم عنها في حلقتنا الليلة مع مختص في الديكور والتصميم الداخلي باشمهندس محمود، هيشرفنا هو بعد شوية. تعالوا نستنى مع بعض. بيت الهنا، اهلا بكم مشاهدينا واهلا بضيفنا اللي شرفنا في صالون بيت الهنا باشمهندس محمود حبيب، وهو مختص في التصميم الداخلي والديكور. اهلا بك وشرفتنا كثير. يا مرحبا، اهلا وسهلا. حلقتنا الليله في المطبخ، والمطبخ طبعا اللي هو بتقضي فيه السيده اغلب الوقت، والمطبخ اللي ممكن يكون فيه بعض الروائح الغير محببه في البيت، والمطبخ اللي فيه الوان بتكون مختلفه. عموما هو بيفتكر انه يعني من الاماكن المهمه جدا داخل المنزل. خلينا نبدا اول حاجه باشكال وتصاميم المطابخ الموجوده في بيوتنا السودانيه. طيب، المطابخ عموما في السودان بتختلف من المطابخ بحجمها اكبر، طبيعة الخدمة فيها أكبر، في أشكال رئيسية أو السليمة أو النقولة العلمية في تصميم المطابخ، الـ L shape وفي الـ U shape وفي الخطين المتوازيين، اللي هو الشكل اللي بيكون على شكل كده L، شكل الـ L، وفي الشكل الثاني اللي بيكون زي حدوة الحصان، اللي حدوة هو الحصان، وفي الخطين المتوازيين، الخطين اللي هو بيكون مستطيل مثلا تقريبا شكل المطبخ نفسه، أو ممكن يكون خط واحد. دي نوعية من المطابخ، أو بنلقاها في المساكن الصغيرة أو الاستوديو عموما. ما الأنسب منها شنو في المطابخ؟ والله هي حسب المساحات الموجودة في تصميم بتاع منازل أو مساكن بيحكمك فيه، ولا L shape بتكون الجزء الثاني ده المداخل اللي بتوصلك. فاليو شيب طبعا هو مريح جدا او انسب يعني تصميم للمطابخ. عندنا حاجات مهمه بس الفوائد اللي فيه شنو؟ مريح لمثلث العمل تحديدا. يعني شنو هو اي العمل؟ تصميم لمطبخ بيعتمد على المثلث بتاع العمل اللي هو الموقد او البوتاجاز، عندنا الثلاجه، او عندنا السطح اللي بتعمل عليه او فيه الغسيل او كده. يعني ما يعني على كلامك انه المفروض حتى توزيع الحاجات دي تكون بشكل معين، يعني في كل الاشكال لازم يوجد مثلث العمل في كل اللي هو ده اساس المطبخ، النار، الثلاجه، المكان اللي بتغسل فيه الصحون. يعني قصدت انه هل ممكن يكون في وضع معين المفروض يكون فيه، يعني مثلا الثلاجه تكون مقاصده البوتاجاز ولا جنبه ولا يعني انا قصدت بانه الشكل ده يعتبر انسب بالنسبه لنا في المطابخ. مثلا البوتاجاز يحرم انه يكون جنب المويه لانه بيطفي وبيكون فيه مشكله ما بيتلمى معه. ممكن الثلاجه تكون قريبه نوعا ما، برضه ما ملاصقه طبعا، ما ملاصقه قريبه. فقلنا اليو شيب او شكل الحدوه هو الانسب في الوضع، بيكون هو في الوسط الموقد وبالاطراف الاثنين، بيكون عندك المويه للغسيل وعندك الثلاجه من الناحيه الثانيه. جميل. بالنسبه لي خلينا نقول الطرق بتاعت التخزين حقت الاطعمه حقتنا احنا، طبعا عندنا اللي هي المعلبات وعندنا التخزين الحلل والاواني بشكل عام والكبابي، وعندنا تخزين الاطعمه اللي هي ممكن نقول كاطعمه مثلا اذا بصل اذا ثوم اذا حاجه زي دي. بتختلف طبعا في المطبخ وكلها بتكون موجوده في المطبخ. الحاجات المفروض ناخذها في بالنا شنو؟ بالشكل التصميمي اللي انت ذكرته، وفي نفس الوقت تحفظ لنا ونخلي في بالنا برضه مساله الروائح، يعني انها تكون ما موجوده بشكل كبير في المطبخ. طيب، المواد عموما اللي بتتخزن عندنا نوعين، اللي هي الجاف
البارد او عندنا الجاف زي البصل الثوم الكذا. في يونتس او وحدات بتحفظ فيها الحاجات دي، عندنا دواليب او خزانات دي بتحفظ فيها الاواني، وفي ناس بتستخدم الارضيه منها لحفظ الثوم البصل الحاجات دي. في وحدات خارجيه الناس قاعده تستخدمها برضه بتحفظ فيها المواد الاطعمه تحديدا. الحاجات الثانيه بتحفظ في الثلاجه او الفريزرات. في ناس بتحب تصمم ستور او مخزن ملحق بالمطبخ بتخزن فيه كميات من الحاجات. هي دي طبعا التصميم. مره مشيت بيت ولقيت لي تصميم، قالوا لي انه اقرب للشكل القديم او الشكل التقليدي اللي هو هم عاملين له مطبخ الامريكي، مطبخ مفتوح وعاملين منه جزء داخلي، يعني المطبخ اللي هو الخدمه ذاتها والشكل يعني الحركه بتكون اكثر، فبكون شويه كركبه ممكن في لحظه. فهو بكون جوا، السيده بتشتغل جوا، وبرا الشكل النظيف الجميل اللي بيكون فيه ثلاجه صغيره، بيكون فيه سخانه بتاعت مويه. فالتصاميم دي هل ممكن تنفع في يعني عموما في البيوت السودانيه، ولا برضه بتتحكم فيها المساحات؟ والله هي في الاول وفي الاخر بتتحكم فيها المساحه. اذا عندك المساحه الكافيه ليه لا، ممكن يتعمل التصميم ده. هم عندهم التصاميم الاوروبيه او الحديثه تحديدا، المطابخ الاوبن كيتشن اللي بتفتح على الصاله على الليفينج روم على كده، ما بكون عندها اشكال. بالنسبه لنا احنا ثقافتنا في السودان عندنا حتات لازم تكون معزوله مثلا، او الناس بتكون فيها براحتها، عشان كده ما بتلقى المساحه الكبيره اول شيء، وما بتقدر تعكس حاجاتك دي كلها على الصاله او على كده. وافتكر طبيعه البيت السوداني يعني بانه فيه ضيوف مضيوفين على طول، لكن ممكن الفكره دي تدخل على اساس انه اعمل نوع من الحداثه في نفس الوقت. والله هي ممكن تتعامل ب يعني ممكن تتعالج بانك تعزل تماما الحته دي من الحته بتاعت الاستقبال. احنا عندنا قصه بالخصوص ده وتقرير سجلناه، تعالوا نشوف التقرير ونرجع مره ثانيه نكمل الحوار. تفضل. مشيت مع أمي اخترنا المطبخ على حسب اللون، أول حاجة بتاع الحيطة، لون الحيطة مايل على الرمادي، دي مساحة أوسع لأنه في بعض الألوان بتضيق المساحة أو بتخلي الحتة ضيقة. اخترنا الدواليب في بعض منها قزاز أو فايبر عشان تدي منظر للمطبخ بتاعنا، لانه انت بتقوم بترص فيه العده اللي انت عايزاها وداير الناس يشوفوها، لانه طبعا المطبخ هو دليل المراه زي ما بيقولوا في السودان. المراه الشاطره بتعرفها من مطبخها، فكل ما كان المطبخ جميل ومرتب ومنظم ده بيعكس ان المراه هي مرتبه ومنظمه. مكان البوتجاز في المطبخ لازم يكون بعيد عن مصدر تيار، برضو لازم يكون بعيد من الثلاجة أو الديب فريزر الموجودة عندنا. موقع الثلاجة لازم عكس البوتجاز تماما، يعني حتة هاوية عشان تقدر المكنة تاخد راحتها في الحركة، لأنه السخانة ممكن تعطل علينا. السيراميك برضو اختياره مهم جدا جدا. في بعض الناس بيقولوا انه مثلا السيراميك ما بينفع في المطبخ لانه لو اقل مويه زور ممكن يقع او انه بكسر العده. السيراميك ذاته انواع، يعني في سيراميك ناعم وفي سيراميك خشن، انت ممكن تختار نوع السيراميك اللي ما بزحلق الزول او ما ممكن تقعي. النظافة بتاعت المطبخ مهمة خالص، العدة لازم تتغسل أول بأول لأنه تراكمها بيكون مصدر للحشرات وبيكون مصدر للذباب. حتى العدة لما تغسليها لازم تقلبيها لأنه ممكن تجمع الموية، والموية مصدر للبكتيريا. نصيحتي لكم المطبخ لازم يكون كامل، لازم يكون فيه إضاءة كويسة، لازم يكون مهوي لأنه التهوية دي أهم حاجة، لازم نحافظ على نظافته لأنه عدم النظافة بتسبب لنا الأمراض، وهي أصلاً مصدر للبكتيريا ومصدر للطفيليات اللي بتنقل الأمراض خصوصاً للأطفال. احنا عموما نتمنى البيوت السودانيه تكون بالجمال اللي احنا شفناه ده، وعموما عمليه التخزين وعمليه التوضيب يعني ظاهر عليها بشكل رائع وجميل. احنا بنشكر طبعا اللي كانوا في التقرير، وبالتاكيد هنتواصل في الـ يعني احتياجاتنا، يعني هل ممكن نقول حوجتنا
لشيء معين. إذا كان يعني أنا عندي مثلا ضيوف بيجوني أو ناس ممكن أقول ساكنة في نفس البيت معي أهلي، هل بالضرورة إنه الشكل العام للمطبخ يكون على حسب احتياجاتي أو على حسب حوجتي؟ أنا ما محتاج، إحنا مثلا طلاب وساكنين في مكان معين، فهل بالضرورة إنه المطبخ يكون شكله برضه مختلف من البيت اللي بيكون فيه ضيوف كتار؟ فممكن تعمل لنا ملامح شوية عامة لشكل المطبخ في البيوت. نعم، بيختلف باختلاف أول شيء عدد المستخدمين، نوع المسكن ذاته، من بيت لمؤسسة لشركة لكذا. المساحات عموما ممكن تكون كم في كم تقريبا بالنسبة للأشكال المختلفة دي؟ والله مش عندها مساحات محددة، بس المطابخ عموما الوحدات أو اليونيتس بتكون لغاية 5-6 متر، ده بالنسبة للوحدات التصميمية. أما بالنسبة لمساحة المطبخ تحديدا ممكن نقول 3×5، دي أغلبية المطابخ في السودان في الرينج ده، ممكن أكتر ممكن أقل، لكن ده المتوسط بتاعه. جميل. بالنسبة لتنظيف المطبخ، هل برضو بيختلف باختلاف النوع اللي احنا عاملين فيه المطبخ؟ احنا طبعا بنلقى انه في كثير من الحاجات المطابخ اللي هي دخلت الالومنيوم حسي، في الخشب، في الفورمايكا زمان حسي بدو برضو يرجع عليه تاني. نعم. اختلاف التنظيف بيختلف كيف من مطبخ للتاني؟ حسب المادة المستخدم بها، التصنيع، الوحدات. بس المطبخ هو مكان بيتصنع فيه أكل، فدي حاجة مهمة جدا نظافتها، ولازم الناس تضمنها، فاهتمام الناس بها لازم يكون كبير جدا جدا. هل في نوع أفضل من نوع تاني إنه يكون في تصميم المطبخ؟ والله هي ما بتتوقف على النوع، لأنهم كلهم بيتنظفوا، بتتوقف على اهتمام المستخدم للنظافة. يعني اللي بيستعمل خشب مثلا يحاول قدر الإمكان ما يستعمل موية كثير. هي أغلبية الخشب المستعمل بيكون معالج بطبقة خارجية اللي هي بتعزل حتة الموية تحديدا عشان ما تأثر ليه للمطبخ تحديدا. يعني في ناس بينجروا يعني نجر بيعملوك داير ليا كده، فهي دي ما بتكون مخصصة طبعا للمطابخ. دي ما مخصصة، دي أكيد هتواجه مشاكل كثيرة جدا. فلازم ناخد في بالنا المعايير الملائمة للمطبخ. بالضبط. طيب بالنسبة للإضاءة بتاعت المطبخ، هل زي ما بنقول إحنا دايرين نعمل إضاءة خافتة وجميلة مثلا في الصالون أو في غرف النوم، هل بالضرورة برضو نوعية الإضاءة تختلف في المطبخ؟ في المطبخ لازم تكون الإضاءة مباشرة تماما، ما يكون فيها ضل. مباشرة يعني شو اللي هي؟ اللي هي من السقف، احنا بنفضلها في كل الأماكن، يعني الإضاءة الرئيسية تكون من السقف لأنها ما بتخلق ضل. غير كده تكون لونها أبيض، في المطبخ بيتغير الألوان الإضاءة. صحيح. إذا بقت لون أصفر حتغير لك في لون الأطعمة ذاتها. فالناس اللي بتنظف الاكل، الناس اللحمه ذات اللون بتلقاها مختلف. صحيح تبقى على اسود، فهي بتشككك. فلازم غير كده في النظافه، احنا لازم الحاجات تظهر لنا الوساخة عشان ننظفها. طب في ناس بتستعمل سبوت لايت في الديكور عموما بتاع المطبخ. في المطبخ حتى في الدواليب. في الدواليب الفوق بيكون تحت معمول سبوت لايت، دي برضه بنعتبرها إضاءة سقف، لأنه السطح اللي بتوضب عليه وأنت تحت الورك توب لازم الإضاءة تكون مباشرة. فبتتعمل على الدواليب من تحت. ممكن نستخدم الاثنين مع بعض علشان دي تضمن لنا وقت الشغل نشغل اللي هي المباشرة. نعم. وقت يعني احنا ما محتاجين للمطبخ كشيء تجميل نقوم نغيره. ممكن تستخدم الوحدات الثانية والألوان الثانية. نستعمل الاثنين أفضل. نعم. تمام. طيب بالنسبة ده بالنسبة لي الـ 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 الإضاءة، بالنسبة لي اختيار التصاميم بتاعت الـ يعني الـ الدواليب بشكل عام. احنا بنشوف طبعا أشكال مختلفة لكن وظائفها بتختلف. فالأفضل يكون في شنو بالنسبة للمطبخ حقنا خاصة المطبخ السوداني؟ في حاجة مهمة جدا، مروحة الشفط. التصاميم الحديثة كلها مربوطة أو بتجي جاهزة مروحة الشفط قصاد البوتجاز. فبنوصي دائما بالتصاميم دي تحديدا. في ناس ممكن تعالجها أو تستخدم مروحة شفط على السقف أو على الحائط، المروحة العادية. المروحة العادية. أيوة. بس دي طبعا إفكتيف أكتر. اللي هي بتكون قصاد الأبخرة، ديك حتستنى لما الدخان يملى الحتة بعد ده حتى تشفطها تسحب أي فريحة الأكل.
لما تكون قصاد البوتاجاز طوارئ بتطلع. جميل، فدي بنوصفها كشكل جمالي طبعا. هي فيها الناحية الجمالية وبس، الأهم الغرض الوظيفي ليها. صحيح، اللي هي عملية الشفط. أتواصل معك أكيد، هيكون لسه عندنا مواضيع بخصوص المطبخ والمطبخ السوداني العصري والتقليدي بعد الفاصل، خليكم معنا. بيت الهنا. مرحبا بكم مرة ثانية، بنتواصل معكم مشاهدينا. عندنا أسس اختيار المطبخ إنه يكون بهذا الشكل. هنتكلم شوية المرة دي عن اختيار الألوان واختيار الدهانات وعموما اختيار البلاط أو الجداريات عموما بشكل عام. مرحبا بكم مرة ثانية باشمهندس. أهلا وسهلا بكم. طيب خلينا نقول إنه المطابخ عموما بتختلف، إحنا قلنا في مطبخ مقفول وحسي بقت كثير حكاية المطبخ المفتوح، الأنسب ليه وشنو من ناحية الدهانات؟ الدهانات بالنسبة للمطابخ ما بتتحكم بالألوان، يعني ممكن درجات البرتقال الفاتحة للشهية وكده. بالنسبة للمطبخ، بالنسبة للمطابخ، للمطابخ بس بيهمنا كمان اللي هي سهولة غسل الدهان نفسه ويكون مضاد للموية وكده، لأنه دي حتة الموية طبعًا فيها باستمرار. أكيد طبعا، حتى الأبخرة لما تتراكم فالواحد بيزيلها بسهولة. نعم، يعني فبتكون في حالة غسيل وبتتعرض للموية بشكل كبير. فدي الحاجات اللي بنوصي بها في تصميم المطبخ عموما، المفتوح والمقفول بالنسبة للدهان الاثنين واحد، ما في مشكلة. نعم. بالنسبة لي أنواع البلاطة اللي بتكون موجودة في الأرضيات أو بالنسبة للبلاطة الممكن الآن أصبح على الحائط، بيختص المطبخ عموما بمقاسات أصغر دائما في تصميم البلاط بتاعه لصغر المساحة بتاعه، من ناحية بتاعت نسب وتناسب. المساحات الكبيرة بتستخدم مقاسات كبيرة للبلاط، الصغيرة بتستخدم مقاسات أصغر، والوسط ممكن يكون وسط وسط. برضو لازم يكون فيه تكشر أو بنقول ملمسه يكون خشن طالما حتة فيها موية عشان الواحد ما تكون زلقة طبعا. أيوه. ألوان وبرضو تكون ظاهرة فيها الوسخ عشان ما يتنظف طوال، تكون ألوان فاتحة فاتحة. في ناس بياخذوا الغامقة على فكرة، والله ما بنقول خطأ بس إذا بقت سهلة في التنظيف بتظهر الوساخة عشان ما تقوم تتنظف ما عندنا معنى. الألوان المناسبة شنو دائما في الأرضيات؟ والله الناس بتستخدم الجراي الفاتح، الرمادي، الرمادي الفاتح أو الأبيض أو الأزرق الفاتح. دي أغلبية الألوان اللي بنلقاها في المطابخ. جميل. بالنسبة لي عموما يعني موقع المطبخ في البيت، إذا إحنا جايين نصمم يعني بيت جديد وكذا، الأنسب إنه يكون في ياتو مكان؟ غالبا بيكون في الجهة الخلفية من المنزل، بيكون قريب من طبعا إحنا هنتعامل على اثنين، على أساس إنه بيت مفتوح أو شقة. نعم. بيكون في الجهة الخلفية، بيكون قريب من المداخل بتاعة الخدمة إذا كان في البيت المفتوح أو البيت الأرضي الفيلل عموما. بيكون قريب من مدخل الخدمة أو الجراج، لأنه المواد بتاعت الأكل في العادة بتجيب بالأسبوع بالشهر بشنو، فبتكون قريبة من المدخل. بالنسبة للشقة ما قاعد يكون في اختلاف كبير على الموقع عموما، إذا كان بقت يعني يكون مثلا جنب الغرف أكثر ولا جنب الصالون والهول. نعم. المداخل بتاعته اللي هو مدخل الخدمة الخارجي أو المدخل الرئيسي المين اللي بيخدم على المنزل من جوا، ده الموقع تحديدا. يعني يكون أفضل إنه في حتة نوعا ما، يعني ما يكون في مسافة أو مساحة ما بينه، إذا قلنا مثلا السفرة ما يكون في النص في كم حاجة حطينا السفرة، لأنه المسألة ممكن توسخ المكان حتى يعني أكيد من المطبخ لغاية لما الواحد يصل للسفرة. فبالتالي حتى اللي هي الحاجات اللي ممكن تكون مكملة للمطبخ بالضرورة إنها تكون جنبها منعا للكسير الكثير، الكسير الملحقات بتاعة المطبخ زي المكان يتوسخ. الروائح عموما لما يتوسط البيت ما زي لما يكون في طرف. صحيح. النوافذ كيف مفروض تكون؟ ما دام تكلمت عن الروائح، اختيار الشبابيك بشكل عام مفروض يكون كيف؟ ومواقعه وموقعه، هل يعني افضل انه يكون جنب الباب، يكون في النص فوق البوتجاز تماما، ولا المكان يكون فوق؟ مثلا انه في ناس بتستخدم مش الشباك المربع، في ناس تستخدم اللي هي المستطيله بتكون على السقف تقريبا. في ناحيه الفتحات بتكون المناور. دي المحبذة إذا بقت على حائط خارجي بتكون المناور،
بتستفيد منها في التهوية الطبيعية وفي الإضاءة. بالنسبة للتهوية الميكانيكية في المراوح أو في المكيفات الستاند اللي بتتخطى للمطابخ. الإضاءة طبعا هل الإضاءة بتاعت السبوت لايت أو أي كانت نوع على السقف. عموما يعني تصاميمنا دي كان مهندس فريد من نوع اللي عمل التصاميم القديمة التقليدية. بشكرك كثير بشمهندس محمود حبيب ونتمنى لك إن شاء الله دائما التوفيق. تسلم. شكرا لك. مشاهدينا الكرام هنتواصل معكم بس بعد الفاصل، خليكم معنا. بيت الهنا. برحب بكم مشاهدينا مرة تانية، بنتواصل معكم في بيت الهنا. المرة دي عندنا نصيحة صحية، خلينا نتكلم عن الحاجات اللي لها علاقة بصحة الجلد مع دكتورة إيمان شاه. تعالوا نشوف هتقدم لنا أي نصيحة، تفضل. أهلا وسهلا في حلقة الجلدية، واليوم حنتكلم عن البهاق. البهاق طبعا من الأمراض المزعجة للمريض، وأسباب البهاق ديت هو فوقه كذا شيء. أول حاجة هو فوقه عامل وراثة، وبعدين بيحصل إنه الخلية الناتجة للصبغة بتكون غير موجودة، يعني بيحصل لها بتتدمر بأسباب محددة داخل جسم الإنسان. وعنده أنواع، يعني ممكن نلقى مثلاً واحدة بس من البهاق اللي هو بيكون لونه زي اللبن، نلقاه بس بقعة أو بقعتين في الجسم، أو ممكن نلقاه كذا بقعة على خط واحد، أو ممكن نلقاه في الجسم كله، أو ممكن حوالين الفم برضو ممكن نلقى البهاق. البهاق طبعاً علاجه بياخذ فترة طويلة، فالمريض ما يزهج أو يتعب يقول يعني أنا أخذته شهر وشهرين وما بقيت ما في استجابة. فالمريض يمشي للطبيب لأنه على حسب البهاق دي، حسب الحاجة بتاعته هو بياخذ العلاج. ودلوقتي في علاجات كثيرة، وصلنا إلى ليزر، وصلوا ممكن تزرع الجلد نفسه أو خلايا الجلد نفسها، ففي أشياء كثيرة، لكن مش كل نوع أو كل واحد هو ممكن يصل للمراحل دي، يعني على حسب الحالة أنت الطبيب يحدد لك أنت ممكن تتعالجي بشنو. بعدين في البهاق دي طبعا زي ما قلت هو مزعج للمريض وبالمريض بنفسه بالنسبة للمجتمع. المجتمع بيشوفه كده بيخاف يسلم عليه، بيفتكروا حاجة مؤذية أو معدية. فالبهاق ده ما من الأمراض المعدية، والحمد لله نحمد الله إنه ما حاجة معدية. والناس عندها خاطئ في المعلومة. عندنا هنا في السودان مثلا لما تلقي الناس ماشية عندهم البهاق يقول لك ده عنده برص. البرص هو ما البهاق، البرص ده نوع من البكتيريا، والبهاق دي الخلايا اللي بتنتج الصبغة نفسها غير موجودة، فهو عادي وبيعيش في مجتمع عادي وبيتعالج وبكون ماشي حياته عادية جدا وما معدي. فأنا بس عايزة أحب أركز على إن المعلومة دي إنه البهاق ما هو البرص، دي لازم تكونوا عارفينها لأنه بتساعدنا برضو في علاج المريض، لأنه هو نفسيا بيبقى هو بيكون أحسن. طبعا أي لأنه أي ضغوط وأي ستريس في أي من الأمراض بتزيد، فإحنا لما نساعد بالحاجات الخارجية دي مع العلاج بتاع الطبيب هو بيقدر يساعدنا ذاته إنه يبقى أحسن وأحسن. فالناس إن شاء الله تستفيد من كده وتصل للمراكز اللي هي فيها العلاجات عند الأطباء، عشان هو يقدر يحدد أي نوع من العلاج والإنسان دي أو المريض اللي بيحتاج له. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقة دي، وإن شاء الله نشوفكم في حلقة ثانية وعودة إلى الاستوديو. نشكرك دكتورة إيمان، ونتواصل معكم دائما مشاهدينا على هنا أتشرغ دوت تي في. خلينا دائما نكون متواصلين علشان نديكم أجمل وأفضل النصائح. حلقتنا كانت عن التصميم داخل المطبخ، هنتواصل معكم في مواضيع أخرى إن شاء الله، ودعناكم الله.